شو يعني هربت؟ شو أنا حطيتكن هول للمنظر؟ والله كنا مراقبينها منيح، بس هي غفلتنا نحن والشرطة. طيب شلون قدرت تهرب؟ تبخرت وطارت بالهواء ولا هربت من الشباك؟ كيفو لك؟ كيف؟ كيف؟ متحك بيك؟ أنا كنت رايح على التواليت. متحك بيك؟ خذوا لهذا من قدامي. لا تعمل هيك ولا رح أرتكب جريمة. ها ياسمين اتركه، لا تقرب. ياسمين تعالي، ما بصير هيك، لازم تتركي هالعناد شوي. بالي على طول مشغولة عليكي، أحسن حل نعيش ببيت أهلي. يعني أنت مقرر وخالص هيك أحسن إلك؟ ما أنت شو قصدك؟ هون عم بمنع مواعيدك ما هيك؟ لا تنسى ولك، إذا حاولت تهرب أو توصل خبر لحدا من أهلك، اختك صغيرة بين ايدي، وانت فكر بالباقي. يلا بلش شغل، افتح ايدك وشحاد، تعمل مثل ما عم يعملوا، خلي عيونك عليه، واذا حاول يهرب او اذا نحن وقعنا بشي مشكلة من تحت راسه بحاسبك الك انت. لا تقلق، فهمت؟ ماشي يلا، يلا امشوا تحرك. يلا يا شباب، شو صارت هالحريقة يا جماعة؟ شلون طفوا الطريقة هي؟ اتصلوا بالدفاع بسرعة يا جماعة، ساعدونا لا توقفوا تفرجوا. الله يرد البلاء عنهم يا رب، ان شاء الله ما يكون في حدا جوا. شلون صار هيك؟ لك يلا جيب السطل وتعال هون. انتو شفتوا شي حدا؟ يلا جوا يا شباب، يلا همي شوي الولاد برات البيت. شي ان شاء الله ما حدا جوا. انت ليش اجيت لهون؟ شو بيعرفني؟ والله هلا الاخبار عندك انت، لانه حضرتك رحتي قبل ما تقولي لي كل شيء. في رجال ما بعرفه كل شوي بيتصل وبيهدد، بالاول فكرتك انت. يعني عم يبتزك؟ ما بعرف، ما عم بفهم علي، الظاهر بده يحاسبني على شيء، عم يخوفني. وانا شو لي علاقه بهالشيء؟ لا تكوني شاكه انه يكون كمال. لا مستحيل يكون هو. مستحيل؟ طالما متأكدة كل هالقد فمعناتها في شي بتعرفيه، وحضرتك مخبيتي عني. أنا ما بعرف شي عن كمال، وإذا إلك إيد بهالشغلة فاسحبها أحسن لك. رح نستنى ونشوف إذا كنتي بتعرفي ولا ما بتعرفي. تحركوا بسرعة أنت وياها. يلا يلا يلا، نحن رح نضل كم يوم هون لحتى نلاقي حل لهالمشكلة. وشو صار بهداك البيت؟ شو بدكن تحاسبونا ولك؟ إلع يلا بسرعة لجوا. اليوم ما رح نطلع عالشغل؟ سكوت شغل شو هلا؟ معناك شايف النار عم تطلع من عيونه؟ رح تضلوا تلعوا مع بعضكن ولا بقطع لكم لساناتكن؟ أمينة وينه؟ أنا أخذتها على المشفى. على أي مشفى أخذتها؟ أنا بدي أشوف أختي. رح تشوفها خراس هلا. هي منيحة؟ قلنا لك أخذناها على المشفى، الدكاترة بيكونوا عم يعالجوها. جهاد اسمعوا لك، دمك لازم يضل مسكر نهائيا، اذا خبرت حدا بدي اخذ روحك. يلا من وشي. امير واخرة الشغلة؟ الولد بيعرف مكان ياسين شي؟ طولي بالك شوي بس ليخلص الاستجواب، اذا قلنا على مكانه منروح فورا. ان شاء الله ان شاء الله. هذا ما عم يحكي، قال ما بيعرف شي. شو بنتركه على كيفه؟ أمير كرمال الله عمل شي، تأخر الوقت كتير، الله أعلم وين أخدوه. أنا رح أجرب معه. أمير وقف، لا تروح.
انت بأي وش واقف هون؟ ما لازم شوف بنتي وهي بآخر أنفاسها؟ ها؟ يا ريت لو منقدر نسألها. يا ترى بدها اياك تشوفها وهي بهالحالة؟ قلي ليش ما عم تحكي؟ لو سمحتي بدنا هدوء هون. شو؟ ليش استغربت؟ بنتك بين الموت والحياة بسبب المخدرات اللي عم تبيعها. اسكتي، مو وقت هالحكي، بعدين الكل بيسمعه. انتو سممتوا الولاد الصغار وما سألتوا على دموع ومشاعر أهليهم، وهلأ لأنه المسمم ببنتك حسيت بالوجع؟ رشي ولا حرف. غالب بيك اهدى، طول بالك. رشا صحيح أخطأت، بس ذنبها أن بنتك. انبسط. تعرف مين بيكون الولد اللي عم يسألوك عنه؟ بيكون ابني أنا. ليك صار لي يومين ما بعرف عنه شي، وكمان في معه أخته عمرها 8 سنين. وأنا شو لي علاقة؟ يمكن أنت بتعرف وين مكانهم هلأ، إذا كنت سمعان عنهم شي أو شايفهم بترجاك قولوا ريحني. أنا ما بعرف شي، تركوني بحالي. بس هن لساتهم كتير صغار، بيتعذبوا كتير بالشوارع. ما بيصير لهم شي، خالي أنا صار لي سنين عايش بالشوارع، ما حدا مات بالشوارع. أنت ما عندك أم؟ ما بتشتاق لأمك ولريحتها؟ إذا لقيت ضحتنا الدافي عم بيقلك تعال، ما بتركض لعندها فوراً؟ أنا متعلقة بالحياة من شانه. بترجاك احكي لي. طيب شوف هاي صورتي معهم، أنت بتعرفهم؟ شفتهم شي؟ احكي. المعلم طوفان جابهم امبارح المساء، ما بعرف كانوا وعانين بجورة ولا ببير. البنت كانت مريضة. طيب وينهم هلأ؟ يلا خدني لعندهم. يلا خدني. ماشي رح أخذك. بتشكرك كتير. الله يخليك يا رب. ولك جهاد، معلم طوفان ليش جابنا لهون؟ الشرطة داهمت البيت؟ ما فيني احكي، بعدين طوفان بيقص لي لساني. اسكتوا لشوف، هل عم تتشاطروا؟ لما بتشحدوا كأنه القط أكل لسانكم. مصطفى انت كمشي يا ترى؟ لا مستحيل، مصطفى قبضاي بيكون هرب. يا ريت لو كمشوا، يحكي لهم كل شي سوا فينا طوفان. إذا حكى لهم منخلص منه؟ ايه طبعا منخلص. أمير، وأنا بدي أجي معك. ليش نحن بنعرف شو عم بيستنانا هنيك؟ ما بيهمني شي، أنا رح أجي معك. مرت أخي، أخي لك يا الله تصبرني.
قدرتي تحكي لتيمور عن الرسالة ما هيك؟ لا تكوني خفتي. مين أنت؟ شو بدك مني؟ ليش ما بتحكي مثل العالم؟ إذا كنتي شجاعة كل هالقد افتحي الباب لنشوف. متنا من القلق، أنت منيح؟ ليش ما اتصلت قبل هلأ؟ هلأ صار لي مجال لحتى أتصل. أنا منيح، لا تخافوا علي. سمعت صوتك بخير، هلأ ارتاح قلبي. أمورك منيحة عندك؟ ابني أنت لازمك شي؟ لا، أنا مو لازمني شي، وأموري بخير. بعد كم يوم رح بلش اشتغل، وهلأ أنا قاعد بالبيت تبعي، يعني كل شي تمام. أمي مو بالبيت؟ شوي وبتجي. تتصل مرة تانية مشان تسمع صوتك كمان. ماشي، أكيد بتصل. بابا الكل مناح؟ ما في ولا مشكلة هون، الحمد لله الكل مناح. والولاد كيفهم هلأ؟ اشتقت لهم الفصاعين. وكيف رح يكونوا؟ مشغولين بالمدرسة. بتبوس لي اياهم كتير. ماشي بابا، بتصل بعدين. ابني دير بالك على حالك، الله يحميك ويخليك. مع مين كنت عم تحكي؟ مع أبي. حكيت له اللي صار معنا؟ لا، ما قدرت له. حكيت كأني مسافر. كيف يعني؟ طيب ليش ما طلبت منه يساعدنا؟ يسار لأمتى رح نتخبى؟ شايف إنه ما ضل معنا ولا قرش. يعني شو بقول له؟ أنا فشلت بحياتي وخربت كل شيء مرة تانية، بترجاكم عطوني مصاري؟ بل هالحكي الفاضي. لازم نلاقي حل سريع لهالشغلة. إيه هي شفنا الحلول اللي لقيتها. تفرج على وضعنا، عشوي كنا رح نموت بسببك. أنا غرقت لفوق راسي بالديون وانجرحت، وكنت رح موت، وانت شو جاي عم تحكي؟ والله لو اني متت لكان احسن لي. يسار، انا ما كان هيك قصدي. بدي اسألك على شغلة. شو؟ انت شفتها لأمينة؟ كان وضعها منيح؟ وشو بيعرفني بوضعها؟ انا بترجاك احكي لي. اذا انت مصر كتير روح اسأل المعلم طوفان عنها. وهلأ هاي الدخلة اللي على اليمين، أمير عم بيلفه. أمرك مرت أخي. يا ريت لو أني ما طلعت لبرا، لو ضليت بالبيت كنت قدرت أحكي مع يسار. خلاص شو صار يعني؟ قال رح يتصل مساء. صار له كم يوم غايب ولهلأ ما اتصل. قبلكي ما اتصل؟ شو جايبك لهون؟ يلا روحي روحي يلا.
لا تخلي جوزي يشوفك من غير شي تعبان ومو متحمل حاله. في حرامي دخل على البيت، انا ربت منه بالزور، على الاقل شفقي على حفيدك، ما هتضل بهداك البيت. طيب فوتي لنشوف، استني لحتى يجي شرف، لما يجي اكيد بيلاقي حل لهالشغله. اخي اهدي شوي، شوف حوالي البيت. حاضر سيدي. هذا البيت؟ ايه هذا هو، بس محترق. كيف احترق؟ انت متأكد انه هذا هو البيت؟ والله هذا هو مكاننا، لما طلعنا الصبح ما كان في اي شيء، جهاد كان بالبيت مع هديك البنت المريضة. والله ما عرفت شو اللي صار، فجأة الحريق صار بكل مكان وما قدرت طلع البنت، وحتى انا يا دوب قدرت اهرب، احترق كل شي بالبيت. يعني احترقت البنت؟ لا تقولها، أصلاً كانت مثل الميتة. حاولت كتير فيقها بس ما فتحت عيونها. قولي بسرعة شو صار لأختي. يعني ما كان في حدا جوا؟ طيب انتو شفتوا شي حدا هرب من هون؟ لا والله يا أخي ما شفنا شي، لأنه كنا مشغولين كتير، كنا عم نطفي النار. طيب والولاد؟ كانوا عايشين بهالمكان هاد؟ لا، هدول الولاد الشحادين كانوا يجوا لهون أحياناً، مو على طول. ايه والله، بس مثل مو شايف كل شي احترق. ما منعرف إذا كان في حدا جوا. اتصلنا كتير بالإطفائية بس ما حدا أجا. كان في حدا مسؤول عن الولاد؟ والله ما بعرف. وإنت شو بتقول؟ أنا بمرق من هون كتير بس ما شفتهم ولا مرة. هاي كانت لبنتك شي؟ أمينة خلاص. فريدة مرت أخي. أنت شو عملت بأختي؟ طلعت معنا بالمشفى، سمعتوا هن عم يحكوا إنه قال البيت احترق. لك. يلا حكي شو صار لأمينة. يلا قول. خراسوا لك. انت كذبت علي. هي انا كذبت عليك؟ سكرت امك ولا بعمل فيك مثل اختك؟ ها، انا عمي شرطي رح يحاسبك، صدقني حتى اشكيك له. عمك شرطي؟ برأيي خدها من هون. ماشي مرتي. يلا فريدة روحي معه. لا. يلا مرتخي. انا ما رح اتحرك من هون. لا تعملي ما هيك، ما بروح من دون ابني امير. امينة لساتها عايشة. امينة عايشة لساها عايشة. بترجاك فهمني، بموت اذا بيصير لها شيء. هلا طولي بالك. فريدة تعي معي. عايشة. يلا خدها، انتي لازم ترتاحي شوي، اوعك تتركها لحالها. معقولة يعني اتركها لحالها؟ رح اخدها على البيت فورا، اذا عرفت شي خبرنا. ايه اكيد. لك على مهلك، ماسكي شوي. تهرب ولا ترد على تليفوناتي، فكر اني ما رح اقدر لاقيك. انا ما عم افهم ليش عم تعمل هيك. مالي مزاج احكي بالمره. تمام، انت هلا معصب بس بتشوف بعد كم يوم رح تجي وتقول الحق كان معي. ماما بترجاكي اسكتي، بخاف عصب وغلط. انت روحي هلا وبعدين بنحكي. انا مالي رايحه، رح ضل قاعده لحتى حضرتك تفهم. ابني انا عملت هيك مشان مصلحتك، ما صدقت انك طلعت من السجن وبلشت بحياة جديدة، وانا خايف تدمر حالك وانت عم ترقد ورا مشاكل فريدة. عم تتمسخري علي؟ بدك تحميني وتقوصي اختي؟ انت شلون بتعطي الولاد بايديكي؟ ارتحتي هلأ؟ اثنيناتهم اختفوا. اها،
لو كنت بعرف بعمل هيك. فريدة وزوجها متخانقين بس بيتصالحوا، بدك اسمح انه ابني يروح بيناتهم؟ انت شو عم تقولي؟ ليش فريدة معنا بنتك؟ استغفر الله. تفضلي يا خانو. يسلموا. صحة وهنا. هذا ملف عن جنان يا جيت، نحن عملنا بحث بخصوصها. اللي انتو شو لقيتوا؟ مثل ما قلت لك طلعت من منطقتك. هلا المهم بالموضوع، ليش عم يندفع لك هالمبالغ؟ عرفت شي بهالخصوص؟ انا بس لقيت توجيهات قديمه وما لها اي علاقه بالمساعدات اللي بتعملوها للعائلات المحتاجه. بس في نقطه غريبه لفتت انتباهي. كيف يعني؟ هالمره كانت متجوزة من واحد وقال عندها ولد، بس بعد شي سنة انفصلت عن جوزها واجت على اسطنبول فورا. اجت لحالها؟ بالبداية هي وابنها، بس بعدين وفجأة ظهرت معها طفلة صغيرة. يعني تجوزت مرة تانية؟ ايه بس مو وقتها، بعد سنين. انا ما فهمت شو قصدك. خطر على بالي شي، بس بتمنى ما تفهميني غلط. طيب احكي لي شو خطر على بالك؟ أنا عم أقول يمكن أبوكي وهي المرة كان في بيناتهم شي سري. لو سمحت أو يلي عم تحكي عنه بيكون أبي. لا تواخذيني، بس لما لقيت إنه الطفلة مو شرعية غصباً عني شكيت. أساساً المصاري بلشت تندفع من لما ظهرت الطفلة. بس ماتت، قالوا لي إنها ماتت. أمال خانو أنت منيحة؟ لكون قلت شي غلط. أمال خانو فهمنا، تجوزتي من ورائي، ليش حتى تجيبي أولاد؟ ما راح تولد يلي بطلك، فهمتي؟ أنا ما راح أسمح لك تشوهي سمعتنا. بابا بس يلي ببطني حفيدتك. يلي بيحمل دم هداك الرجال ما بيكون حفيدي. وين بنتي؟ خسرنا البنت بالولادة، البقية بحياتك. لا لا، لا مو ممكن، مستحيل هالشي. أمال خانم انتي منيحة؟ يا الله، ما أقول يعني. خبر الدكتور؟ لا أنا منيحة. فوتي. بدي روح على البيت. ماشي، ارتاحي شوي بعدين منروح. فريدة اجت كمان؟ شو صار؟ ايه اجت، خربت الدنيا. اه شرف انت اجيت؟ كنت عم نايم خير الدين فوق. شو صار، في اخبار عن الولاد؟ انت من دون ما تخجلي عم تسألي عن اخبار الولاد؟ يلي صار بولادي بسببك. انت شو عم تسوي؟ بسببك انت تدمرت. لا شو هادية. فريدة اهدي شوي، ما في داعي نفتح الموضوع. طيب خلينا نسكره وما عاد نفتحه. بكل الأحوال صار عندك عيلة جديدة. منار أخذت أولادك الاثنين، بس عطتك بدالهم اثنين ما هيك؟
شو عم تقولي؟ كرمال الله شو هالحكي الفاضي؟ انت عن شو عم تحكي؟ ليش انت ما عندك خبر؟ عن شو؟ منار خانو ما بشرتكم؟ لكان انا ببشركم. جاييكم حفيد جديد منا. دفست جوا. بتدير بالك عليه منيح. ماشي معلم، انت لا تقلق. عرفت وين مصطفى؟ شو لك؟ هلأ بيحكي كل شي للشرطة. خلاص سكر، بس شوفك بنحكي. أنا في عندي شوية شغل ما بتأخر، وإنت رح يكون حسابك عسير. يا حيف عليك يا شرف. بابا سامحني، ما انتبهت إنك هون، عصبت وما شفت شيء قدامي. انت على طول بتعملي هيك، تعملي عملتك وبعدين تتأسفي. خلينا نقول انك خبيتها عني، كيف كنت رح تخبيها عن الله؟ بابا ما فيك شيء بنوب. فريدة شو القصة بالضبط؟ ما تسألني إلي، سأل الست منار. هي قالت إنها حامل منك. ليش ما عم تحكي؟ قولي ما في هيك شيء. خير الدين، أنت منيح؟ شبك؟ يلا احكي ليش عملتي هيك؟ أنت ملاقي شخص مناسب لإلك تماماً. بترجعك لا تضايق حالك. فريدة لا تزعلي بالمرة، لأنه ابني ما بيستاهل وحدة مثلك. ليش ما بتقولي شو القصة؟ ليك قولي ليش هيك عملتي؟ احكي. أنا اضطريت أعمل هيك. أنت ما بتعرف شو قالت لي بالمخفر حتى تهجمت علي وأنقذت حالي بالزور منها. وقبل شوي أنت شفت كيف هجمت علي. طيب أنا حبيتها تتوجع مثلي. شو يلي صار؟ ليش هالشغلة كذب؟ ما صارت من قبل؟ أنا لسه مو متأكد، بس قسماً بالله رح أعرف الحقيقة بأقرب وقت. وهلا خدي ابنك وانقلي من هون. شرف! إلي! فريدة! يا ربي! خلص خلص! روح أنا دور على الشغل. ليلى أنا لسه ما متت، كلها يومين وبطيب وبوقف على رجلي وبلاقي شي شغلة. ايه منيح، بس لوقتها شو بدنا نساوي؟ الأكل والشرب والأجار بدهم مصاري. أكيد رح ينفتح لنا شي باب. ليش انقطعت الكهرباء؟ ليك جاي عند الجيران. معناتها لأطلع وشوف القاطع. خير يا أخ، شو صار؟ قطعنا بسبب الفواتير. بترجاك لا تعملها، في جوا مرتي والولد، لا تخلينا نقعد بالعتمة، رح أدفع الفاتورة بكرة. أنا موظف يا أخي، بكرة أدفع الفاتورة. إن شاء الله الباب اللي حكيت عنه ينفتح بسرعة.
لقينا هدول الشغلات. هات لشوف. رح سجلهم. سجل هي كمان. ماشي، هي عم بكتبها. ألو. أكيد الأمور خربت ببيت أحماكي، ما استفدتي من روحتك لعندهم. شو أنت عم تراقبني؟ من هلا وطالع أنت كل شغلي وهمي يا منال خانوم. شو معنات هالحكي؟ يعني أنا بدي أتسلى فيك ورح دفعك تمن كل الشغلات الوسخة اللي عملتيها من قبل. شو بدك مني؟ أنت شو قلت معي؟ اصبري اصبري، ما فيك تخلصي مني بهالبساطة. أنا لسه بدي شنطتك وامسح فيك الأرض. مثلاً تركت ملاحظة صغيرة جنب تخت فريدة، ولما تقراها رح تعرف مين هو أبوه الحقيقي للولد. وإذا بدك رأي اركضي بسرعة وخذي الرسالة قبل فريدة. لا مستحيل تعمل هالشي. ما في غير طريقة واحدة لنعرف هالشي، ما هيك؟ أنا برأيي لا تضيع الوقت بالتفكير، جيبي ورقة وقلم واكتبي عنوان بيت أخوه نضال. شو؟ أنت جاهزة لنقلك العنوان؟ فريدة؟ انت شو عم تساوي هون؟ وينو اخي؟ اجيت لحالي، ما قدرت اتحمل. طيب شو في إلك شغل هون؟ ما بيصير تعملي هيك. رح اتصل بنضال انا، خليه يجي وياخدك، ما بدي اي اعتراض. ماشي ماشي، انا بعرف المكان، جاي فورا، دير بالك عليها، ربع ساعة وبوصل. انت طلبته على الفاضي، ما بروح من دون ما اعرف وين بنتي. ما حدا بيقدر ياخذني من هون، ما بروح. اسمعيني فريدة رجاء، اذا ضليتي هون ما رح تخليني اعرف اشتغل، ولسه ما قدرت فوت لجوا وشوف البحث كمان. طيب انا رح ضل استنى هون ووعد ما احكي ولا كلمه. انت شوف شغلك امير، انا بس عم بستنى شي خبر منيح. هيك ما بيمشي الحال، عقلي بيضله مشغول عندك. سيدي نحن لقينا شويه شغلات جوا، وحبيت اسالك اذا في شي بيناتهم بخص بنت اخوك. هات لشوف. هات. بدي تستجوبوا كل شخص كان هون، ما بدي اي تاخير. حاضر سيدي. شكلة شعرة، شكلة شعر بنتي، شكلة شعر أمينة. مرت أخي اهدي شوي. هي لشعر بنتي. مرت أخي خلاص بترجعكي تمالكي حالك، رح نلاقي الأولاد والله، أنا بوعدك إنه رح لاقيهم على الأكيد. أنت ما بتثقي فيني؟ عم بوعدك، عم بوعدك إنه رح لاقيهم. ماشي أمينة، بترجعكي اهدي شوي هلا. حبيبتي لا تواخذيني، هلأ خبروني إنه عمي مريض ونقلوه على المشفى ولازم روح لهنيك، بس مثل ما أنك شايفة ابني صغير، ممكن تهتمي فيه ساعتين لروح وأرجع؟ الله يسامحك حبيبتي، بعدين الله وصى بسابع جار. وهي خلص انتي روحي ولا تقلقي يا صغير، إن شاء الله معافى. يلا بخاطرك. في بالشنطة حليب ما هيك؟ عن جد هالكنة فيها خير، بس بدها تروح على المشفى لتطمن على عمها المريض. يا روحي أنت إجيت لعن جارتك ما هيك؟ فريدة أختي أنت منيحة؟
شوف هي شكلة أمينة، أنت بتعرفها؟ بس بنتي مرتبة ما بتطلع من دون ما تمشط شعرها. وبنتي ما بتمشي بالشوارع من دون شكلة ولا كندرة. اختي حبيبتي طولي بالك، لا تعملي هيك. خلص يلا تعي خلينا نروح على البيت هلأ. ايه يلا تعي، بلكي بكرة بيكونوا لقوهن. يلا اختي ما بيصير يشوفوكي هيك، خلينا نروح من هون يلا مشان الله روقي. لازم ترتاحي شوي، انا بوعدك رح تلاقي الولاد، الكل عم يدوروا عليهم، ما بيصير هيك. نسيتوا الشنطة. شكرا لك. يلا حضروا التقرير بأقرب وقت. بدك تيجي معي من دون ما تحكي ولا كلمة. يلا نرتاح شوي ونشرب شاي. قوم. يلا. سجل كل الشغلات يلي لقيناها. امشي. بس ما في أدلة واضحة. ماشي. خلونا نكمل بحث. حاضر سيدي. يسار ابني. ماما. ابني بترجاكي لا تعملي هيك، انا ما فيني اتحمل زعلك. ماشي يا عمري ماشي، يعني ما في بهديك البلاد الكبيرة تليفون؟ انا متت هون من القلق عليك. ما صار لي مجال لاتصل. لا تهتمي. كيفك حبيبي؟ صوتك مو على بعضه؟ ها؟ انت منيح؟ بيكون من الخطوط امي، انا ما فيني شي. من الخطوط؟ ايه طبعا انت باخر العالم.